اهلا بكم مشاهدينا من جديد، واكيد مستمرين معاكم في صباح الشارقة. مشاهدينا، الكتاب بغض النظر عن مضمونه او حتى عن مؤلفه، كلنا نتفق على انه يختزل هذا، خلينا نتكلم انه ممكن يختزل المضمون بشكل عام في غلاف الكتاب. طريقة ايضا التصميم وتقديمه للجمهور لها دور كبير في جذب القارئ لكتب معينة. رح نتكلم أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد مطر الحسني، خبير تدريب وتأهيل الموارد البشرية. صباح الخير، حياك الله معنا في صباح الشارقة. سؤال لابد نطرحه، أهمية الكتب في حياتنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للكتاب، الكتاب طبعا الآن أو حتى من قديم الزمان، نعم، هو يعتبر سجل التاريخ، سجل التاريخ، وسجل فيه أحداث التاريخ، سجل فيه الوقائع التي تحدث خلال الفترات الزمنية وتنقل للأجيال اللي بعد. الكتاب يعتبر أيضا وسيلة تعليم ووسيلة تعلم، فإحنا نتعلم عن طريق اللغات ونتعلم عن طريق العلوم والمعارف المختلفة. الكتاب أيضا يعتبر وسيلة ترفيه ووسيلة امتاع ووسيلة إناس للشخص، حتى الشخص اللي جالس بنفسه ما يحس انه غريب، وخير جليس في الأنام كتاب، يعني كتاب يؤنس الإنسان. والكتاب أيضا يعتبر كأداة تعليم وأداة علمية، تسجل فيه العلوم والمعارف على مستوى التاريخ. هذا الكتاب، الكتاب مهم جدا في الحياة، ولذلك لا يمكن ان شعب او يعني دولة من في العالم كله تستغني عن الكتاب. نعم. مهما كان حتى فيها الجهل، حتى في مناطق اكتشفوا في افريقيا مثلا، مناطق اللي هم ما يعرفوا يكتبون كانوا يرسمون على 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 الورق وعلى الخشب وعلى الكذا. الكتاب فطري، نعم، يعني شيء في الفطرة. نعم. 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 استاذ محمد، يعني كما هو معروف ان خير جليس للانسان هو الكتاب في هذا الزمان. صحيح. يعني او في كل الازمنه تقريبا. نعم. يعني من بدايه الكتابه والكتاب اليوم، كيف ممكن انا اختار الكتاب المناسب بالنسبه للفئه العمريه، خلينا نقول مثلا. نعم. بعد تجهل في مساله اختيار الكتب. هو الكتاب طبعا يتمرحل، يعني الكتب لا توجد كتب او كتاب يوافق كل الاعمار. صحيح. في كل فترة زمنية أو في كل فترة عمرية للإنسان يحتاج إلى نوعية من الكتب توافق هذه الفترة. فبعض الفترات، يعني مثال، إحنا لو قسمنا عمر الإنسان أو الطفل عموما، فمن الصغر يعني لعمر 5 سنوات، هذه إحنا نسميها هذه المرحلة مرحلة جذب الطفل للكتاب. نعم. أنا كيف أجذبه للكتاب؟ جميل. هنا نركز على الكتب التي تحتوي على التلوين، على الألعاب، على الصور. وإذا ربطنا لعبة بالكتاب، يعني الكتاب يتكلم عن معنى معين، ففيه جزء منه لعبة، واللعبة تكون متوفرة مع الكتاب. أنت الآن تجذب الطفل للكتاب عن طريق اللعبة. أكيد. بعد 5 سنوات، من 5 مثلاً إلى 8 سنوات، هذه نسميها فترة الاستكشاف والتعلم. هذه الفترة يحتاج ان احنا نعلم الطفل فيها، او نعطيه كتب المعرفة المبسطة، كتب القصص اللي فيها صور، وهذه تجعل الطفل يبدا يفتح مخه الخيال والمعرفة ويجاوب عن اسئلته. الفترة اللي بعدها تسمى فترة، انا اسميها يعني مثلا من عمر 12 الى 15، فترة بطولة. بطولة، ان الطفل هنا يحب المغامرات، يحب الابطال، ويحب فهذه الفترة يحب أن يقرأ فيها هذه الكتب. صحيح. فإحنا نركز فيها في هذه الفترات كلها أن إحنا نختار معاه الكتاب. بعد 12 سنة يبدأ يعني يستقل، يبغى هو يختار بنفسه. نعم. ما يحب حد يفرض عليه كتاب، صارت عند الدراية وصارت عند كبر له. نعم. صحيح. فيبدأ يختار الكتب، الروايات، هو بنفسه يحب الروايات، يحب الشعر، يحب كتب القصص الكذا. احنا الاصل ان احنا ما نقف في وجهه، لكن ننتبه لاختياراته. نعم. نوجه اختياراته بهذه الطريقه، يعني في كل فتره عمريه. طبعا من بعدها يبدا الشخص يدخل في التخصص، يبدا ياخذ يختار الكتب متخصصه. نعم. في مجال هو يحتاجه. بعد العمر 18 و20 وكذا. نعم. بس في الفترات الاولى لازم احنا ندخل بالتوجيه. نعم. صحيح. طيب، يعني في منافسه كبيره ما بين الكتب التقليديه والكتب الالكترونيه، ما اعرف اذا ممكن نسال يعني ايهما افضل
على الكتب التقليدية أو نعم. الكتب الإلكترونية، خاصة أن الكتب الإلكترونية صار لها شعبية كبيرة خاصة عند الفئات الشبابية صحيح. أكثر والأكبر صحيح. عمرا إلى الآن يفضلون الكتاب نعم. يعني يفضلون ملمس الورق ورائحة الورق، ويقول لك أن لها مكانة مميزة الكتاب. طبعا حتى ممكن قبل 15 سنة أو 20 سنة الكتاب التقليدي اللي هو الورق والمطبوع نعم. والكذا، هذا هو الكتاب المسيطر صحيح. من بعد الثورة التكنولوجية الأخيرة تحولت الكتب إلى الكتب الرقمية، فدخلنا احنا في عالم آخر مختلف تماما، وصحت الكتب على سي دي ثم صارت على الفلاش وعلى الأونلاين الآن على النت. الكتاب التقليدي لا زال مسيطر، لا زال مهيمن، حتى أن كثير من الذين يعني يقرؤون الكتب أو يهتمون بالتكنولوجيا نعم. هم فقط يستعملون التكنولوجيا معبر لاختيار الكتب التقليدية نعم. هذا كثيرين بهذه الطريقة، والسبب أن قراءة الكتاب الرقمي أولا غير مريحة للعين صح. ثانيا الكتاب الرقمي ما في هناك ارتباط شعوري بين القارئ وبين الكتاب صح. أنت عندك ارتباط مع الجهاز فقط نعم. بينما الكتاب كأن ابنك، يعني أنت تذكر كل خط فيه صحيح. وتعرف حتى الورقة المقطوعة، تستفيد بعض المرات تأخذ ملاحظات وتكتب عليه ملاحظات نعم. وهناك فيه شعور يعني حميمية في الكتاب يعني. نعم. نعم. شعور بملبس الورق، شعور برائحة الورق، شعور بنوع الطباعة وألوان الطباعة، في شعور يرتبط صحيح. حتى في ناس الآن يحتفظون بكتب من 20-30 سنة صحيح، وكأن فيه ارتباط هنا ارتباط نعم. حقيقي نعم. وفي إهداءات وفي كذا صحيح. فلا زال يعني الكتاب التقليدي لا زال مسيطر نعم. بيصار نعم. نعم. إذا دام تكلمنا عن الكتاب الإلكتروني، نتكلم شوي تأثير السوشيال ميديا الحين نعم. في وقتنا الحاضر على القراءة بشكل نعم. هذا أخي جمال سؤال مهم جدا الآن، والسبب ما أدري يمكن أنتم ملاحظين وأنا ملاحظ من فترة طويلة، وقريت بعض الدراسات تتكلم عن تأثير السوشيال ميديا على القراءة عموما نعم. السوشيال ميديا سواء التويتر أو الانستغرام أو كل البرامج الثانية إشكاليتها أنها تعلم الإنسان القراءة القصيرة، يعني إحنا نقرأ في تويتر مثلا سطر أو سطرين، احنا نقرا في انستغرام نفس الطريقه صح. فاحنا وننتقل بعدين لفيديو، بعدين ننتقل لصوره، بعدين ننتقل لكذا، فاحنا ما عندنا تركيز طويل صح. على موضوع واحد. هذه خاصيه الكتاب نعم. فلما تمسك كتاب 100 صفحه 200 صفحه هو 200 صفحه يتكلم عن موضوع واحد، ما يصبح عندنا نفس ان احنا نقدر نستمر معاه، فنقرا اول صفحه صفحتين بعدين نتركه صحيح. هذه اشكاليه السوشيال ميديا نعم. فاللي يستطيع أن يوازن بين الاثنين ويحتفظ بالتركيز هو قارئ نعم. يعني في أشخاص في السوشيال ميديا يكتبون مثلا مثلا 10 أسطر، والله أنا لخصت كتاب 400 صفحة نعم. بعشر أسطر يعني يعتبر فهرس يعني. ما يعتبر صحيح. الكتاب نعم. نفسه يعني. نعم. نعم. يعني هذا ما يعتبر يعني حتى الملخصات ما تغني عن الكتاب الأصلي أكيد نعم. إذا بنتكلم عن شكل الكتاب الخارجي، الغلاف، التصميم، الألوان وغيرها من العوامل اللي تعمل على جذب القراء ال 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 غالبا الانسان في شيء احنا عندنا نسميه الانطباع الاول، يمكن تكلمت عنه سابقا في البرنامج، والصوره الذهنيه. الانطباع الاول ياتي الانسان خلال من اول ثانيه الى 5 ثواني، لما يقع عين او تقع عين الانسان على اي شيء في الحياه، اي شيء، فالكتاب من ضمنها. فاذا وقعت عيننا على كتاب بغلاف جميل وصورة جميلة وملونة وطباعة وخط معين، هذه النظرة وهذا الانطباع اللي يأتينا انطباع في البداية عن الكتاب نفسه نعم. أن الكتاب هذا مهم أو أن فيه معلومة مهمة أو كذا، بغض النظر عن المحتوى الآن نعم. فغلاف الكتاب جدا جدا مهم، لأنه هو مثل عنوان البيت يعني نعم. هذا مهم جدا. إشكالية اللي صايرة أن في كثير من الكتب، مش كلها يعني، بس كثير من الكتب عنوان الكتاب وغلاف الكتاب وتصميمه هو أجمل ما فيه، أجمل ما فيه، لا يساوي أبداً المحتوى ولا يوازي. هذه هي الإشكالية لكثير من الكتب. وهناك كتب غلافها بسيط لكن محتواها عالي، الناس ما تنجذب لها. السبب يعني هذا المفروض يعني ننتبه له، يعني لا ننجذب لكل غلاف جميل. لا، هذه في البداية يكون، بعدين نبدأ نتأكد من المحتوى نتصفحه نعم.
طبعا كل الشكر والتقدير لك استاذ محمد مطر الحسني، يعني خبير تدريب وتأهيل الموارد البشرية، على حضورك، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. ومشاهدينا الكرام، بنطلع لزميلنا او بنروح لزميلنا اسماعيل الشيباني اللي متواجد في أروقة هذا المعرض، بنتعرف على الجناح اللي هو فيه، ونروح لاسماعيل وراجع لكم. اسماعيل صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير مشاهدينا الاعزاء متابعين برنامج صباح الشارقه هنا من مركز اكسبو الشارقه، احييكم في اكيد نقلتنا اليوميه وعلى الهواء مباشره طبعا من معرض الشارقه الدولي في نسخته 35. مشاهدينا طبعا تتعدد دور النشر المشاركه في هذا المعرض، وتتميز كل دار عن اخرى اكيد بالاصدارات التي تقدمها وبالفعاليات كذلك التي تقام على منصه الدار. نحن اليوم مشاهدينا امام طبعا دار نشر غنيه عن التعريف بنشاطاتها بالكتب القيمه التي تصدرها سنويا. طبعا متواجدين امام دار نشر كلمات ومشاركتهم هذه العام راح نتعرف عليها اكثر مع الاستاذ تامر سعيد المدير العام لمجموعه كلمات. صباح الخير استاذ، وحياك الله معنا، تفضل. حياك الله. صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين. يعطيك العافيه استاذ تامر، وبدايه نتحدث عن مشاركتكم هذا العام في معرض الشارقه الدولي للكتاب. الحقيقه السنه دي مجموعه كلمات خاصه معرض الشارقه الدولي بالكتاب ب 55 اصدار جديد، اكبر عدد اصدارات بنطلقه في تاريخ المجموعه. بنطلقهم السنة دي في معرض الشارقة الدولي للكتاب طبعا لمليء من أهمية على قطاع النشر المحلي والعربي والدولي. عندنا قائمة كبيرة من الكتاب اللي بتغطي فئات عمرية كبيرة، سواء أطفال أو كبار أو حتى يافعين. يعني نتكلم نحن اليوم عن مجموعة كبيرة من دور النشر، ولا بد ان كل دار تتميز بشيء عن الدار الاخر. نتكلم عن الذي يميز هذا العام دار كلمات في الاصدارات المتنوعه. الحقيقه السنه دي في ال 55 اصدار الجديد بتوعنا احنا بنحاول نقدم مواضيع مختلفه، موضوع جديده، بنتطرق لمواضيع لم نتطرق ليها حد قبل كده في كتاب الطفل، بالاضافه طبعا لرسوماتنا في كتاب الطفل الحمد لله بقت متميزه على مستوى الادب العربي لكتب في كتب الاطفال. بنقدم مجموعه جديده من الكتاب كمان، ومجموعه من الرسامين الجداد سواء العرب او الاجانب. بالنسبه للروايات عندنا برضو أكتر من حد جديد معانا لأول مرة ينشر مع دار الروايات، اللي هي واحدة من شركات المجموعة، زي دكتورة بدرية البشر اللي تعتبر يعني غنية عن التعريف، وكمان عندنا مجموعة لكتب اليافعين. نحن قاعد نشوف المجموعة الكبيرة من يعني التقسيم الحلوة كذلك والطريقة العرض الجميلة، يعطيك العافية أستاذ، ونحن يعني راح نتواصل في جولتنا أمام دارنا. شكرا مرة أخرى أستاذ تامر، ويعطيك العافية. ألف شكر، ألف شكر لكم. إذا مستمرين مشاهدينا في تغطيتنا طبعا أمام دار كلمات للنشر. صراحة يعني الدار مميزة بالتصميم الجميل، كذلك طريقة عرض الكتب يعني هذه ملحوظة نشوفها كل عام، الابتكار في طريقة عرض الكتب لتحبيب كذلك الأطفال والقراء لطبعا مشاهدينا زيارة الدار. مشاهدينا راح نتعرف الحين على أحد النشاطات كذلك الموجودة في دار كلمات مع الكاتبة ميثاء الخياط. صباح الخير أستاذة، ويعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، الله يعافيكم. بدأنا نتكلم أستاذة عن هذه الورشة عمل أو هذا النشاط هنا في دار كلمات. والله هو هذا أول إصدار إلي نواف الجلاف، وأنا يعني أحب دائما مع كل قراءاتي أدمج معاهم ورشات، فعلمت البنات كيف يصنعون قارب قارب ورقي. أستاذة هذه أول مشاركة لك مع دار كلمات؟ لا لا، أنا ما شاء الله من عائلة كلمات، ما شاء الله. يعني لي إصدارات وايد معاهم الحمد لله، ومن أحلى الإصدارات اللي أنا كتبتها عندي حين يشتهي الجمل اللقيمات، جوارب أمي العجيبة، طريقتي الخاصة، ويعني والحمد لله يعني، وأطفئ الأنوار اللي فازت بجائزة الملتقى الناشرين السنة الماضية، وهذا عاد أول إصدار إلي لليافعين. يعني من خلال سردك للعناوين نشوفها قريبة للبيئة الإماراتية، يعني حتى كمصطلحات كمفردات، نتكلم كذلك عن يعني هذا الدمج ما بين التراث الإماراتي وكذلك نقل هذه التحف الجميلة، يعني الكتب الجميلة في هذا المعرض. والله أنا وايد أعتز بوطني وأعتز بعاداتنا وتقاليدنا، فيعني أحس أني أنا جند من جنود هالوطن، فرسالتي إذا أنا كاتبة أني أنا
أبرز حبي حق دولتي بطريقة حلوة ومضحكة. كلم أكثر عن هذا الكتاب، شو يحكي من قصة؟ قصة نواف الجلافة، ولد كأي شاب في الزمن الحالي يشارك في مسابقة في المدرسة صنع القوارب، فهو يقرر يختار أن يصنع سفينة تقليدية لأن جده صانع كان جلاف، فيساعده ويروح يشارك فيها، وهو وايد يكون فخور جدا وواثق أنه بيفوز لأنه صنع شيء ما حد فكر أنه يصنعه، أنه يختار شيء تقليدي، لكن يحصل على مفاجآت وأشياء في الصداقة، ويعني الولد يكتشف نفسه هنا في هالقصة هو أكثر عن الفوز يعني، فيكسب أشياء ثانية غير عن الفوز. يعني الكتاب مو بس يحكي عن قصة ولد، يحكي كذلك يثقف يعلم يدرس. يعني أخيرا كيف شفتي تفاعل طلاب وطالبات اللي قاعد يزورون المنصة؟ الحين حظي يعني اخترت يوم يمكن ما يناسب إلا يعني للبنات، لكن ما شاء الله عليهم كانوا متفاعلين ومتحمسين، وإن شاء الله في منهم حتى فكروا أن يشترونه يمكن يعني علشان يتعرفون أكثر على عاداتنا وتقاليدنا. أتمنى التوفيق أستاذة ميثا، و يعني من نجاح لنجاح إن شاء الله. الله يوفقكم. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير مشاهدينا طبعا للكاتبة ميثا الخياط كذلك على هذه الكتب الجميلة. إذن مشاهدينا الأعزاء، تغطيتنا مستمرة هنا من مركز إكسبو الشارقة ومعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته 35. فاصل، بعد الفاصل نواصل، خليكم معنا.